أأمل كده، أو أسبوع من أسبوع لأسبوعين أأمل كده إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين. حابب تقول إيه لجمهور النادي الأهلي يطمنه قبل ماتش الوداد كابتن سيد؟ والله بص، احنا يعني اللي انا اعرفه واللي انا افهمه على طول دايما، جمهور النادي الاهلي مش محتاج وصيه، لكن اللي انا افهمه ان احنا عندنا شغل، وعندنا شغل كتير جدا. شغل مش مساله ان احنا يعني بتموت نفسك في الملعب وخلاص، يعني في شغل كمان. في وقت بعض الاوقات بيبقى محتاج حسابات مرحليه، يعني المرحله اللي جايه تبقى اهم شويه، ففي يبقى انت بتحسبها بشكل دقيق جدا جدا عشان ما تخسرش عناصر، يعني في مرحله انت اهدافك فيها هي مباراه الوداد. يعني عندي اهداف معنويه ان انت تكسب الماتشات اللي انت ماشي فيها وكل حاجه، لكن عندي اهداف رئيسيه ان انت من لا قدر الله ما تخسرش حد يعني. فده يعني بعيد وقرر في الحته ديت، لان المسافه بقت قريبه جدا ما بين دلوقتي وما بين مباراه الوداد يعني. فان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن، وفي نفس الوقت نكون كاملين وبصوره كويسه، ونكون دوافعنا كويسه، ويكون التوفيق معانا باذن الله تعالى. باذن الله بالتوفيق دايما كابتن سيد، ونشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق المباراه القادمه ان شاء الله.